السلام عليكم. وقف والي ولاية وهران البارحة المشروع نتاع الحديقة الكبرى لمدينة وهران، واللي كان تقرر إنشاؤها في المكان نتاع الحي السكني اللي يسمى بباطمة الطليان، واللي تم الآن إنجاز حديقة عمومية ضخمة ب 12 هكتار، وأضيف لها جزء آخر محاذي للمساحة هذه ليصبح المجموع نتاع المساحة نتاع الحديقة الحضارية أو الحديقة بارك أوربان كما يسمى، أصبح 15 هكتار. والآن المرحلة تدخل في المرحلة الأخيرة من التهيئة نتاع الحديقة هذه، اللي نتمنى يكون فيه أشجار مختلفة وفيه دراسة نوعية لاختيار النباتات والأشجار، ويكون فيها نيتي دو بيزاج إذن في المشروع. نخليكم تابعوا ما تبقى من الفيديو هذا، والسلام عليكم. Thank you.